ف بيزيكلي الحاجات دي كلها مبنيه من بيزنس. ففي الاخر انا داير القى معلومه النولج اللي انا داير استفيدها that can support the business decision. بتقدر عن طريقه انا ادعم القرار بتاع الشركه بتاعتي او البيزنس بتاعي انه يقدر يبقى بروفيتبل اكتر، يجيب فلوس زياده، يزيد عدد الناس الشغالين معاه، يجي ناس اكتر للسيشن بتاعتنا. At the end of this business. تمام؟ يا شباب السيشن انتر اكتف، يعني لو عندك سؤال في النص في الامتحان انا اقول انسر. تمام؟ اسمع لك تكتفين دولا بيد ايه معنا؟ طيب دي الستارت بتاعت البيزنس انتليجنت كده. في العاده كان عندهم ورق كتير زمان، ورق كتير في اي حاجه شغل، ورق 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 ورق. الورق بقى ما بيكفي لانه الانفورميشن زادت شديد. كان ظهرت الانفورميشن سيستم. سيستمز بتجيب سجل المعلومات كاشير، انا عندي انفورميشن، انا عندي حاجات بتاع فاينانس بدخلها في سيستم، عندي مبيعات بتاع الفتاه بدخلها في سيستم. هي حته بقت عندها سيستم وبقى عندها انفورميشن. جت المرحله اللي بعد كده هي الانفورميشن زادت. الانفورميشن زادت شديد، بقت صعب انها تتقري عن طريق الانفورميشن سيستم. الانفورميشن سيستم طلع لي تقرير دي المبيعات بتاعتي تحت السنه، لكن ما بتوريني اكثر حته انا بعت فيها وين، اكثر حته الكاستمر عندي فيها مشاكل. يا تو برودكت از ذا تشامبيون برودكت فور مي، يا تو برودكت بالنسبه لي هو احسن برودكت، والبرودكت اللي يتباع اكثر هو احسن برودكت ولا البرودكت اللي يتباع لناس معينين؟ عندي منه باع اكثر حاجه، الزول اللي باع اكثر حاجه ده هو احسن زول يستاهل المكافاه ولا لا؟ في زول باع خمس حاجات ب 20 مليون وفي واحد باع 1000 حاجات ب 100 مليون. في الاخر انا حاعرف. لاحظوا الكلام شنو؟ دي انسايد، ده ما ديسيجن. انا بديك انسايد بتساعدك عشان تو ديفولب الديسيجن. انا بوريك منو بعد شنو بيويب يا حسين. بعد ذاك الكوميرشال هو اللي بيحدد. الناس المانجمنت الشغالين هم اللي بيشوفوا الحاجه اللي بتقدر تحكي او تدري. وده كي كونسبت ليه؟ لانك انت في البزنس انتليجنت مش بتجيب معلومه بس، انت بتجيب كل الافيلبل انفورميشن اللي تقدر تطلعها من المعلومه. هنشوف لي قدام الكلام ده ماشي كيف. فيبقى الحوجة لانه انا اختصر المعلومات واجيب المعلومات الدايركت، الحاجة الدايركت اللي انا محتاجها، حتى انه البزنس انتليجنت يظهر. طيب دي الريزلت بتاعتي. كلام كثير وماكس وشارتس وشنو، لكن الشارت ده ممكن الزول يقرا منه معلومة تخليه يغير شكل البزنس بتاعه كامل. ليه؟ لانه ده البيوتي اوف البيزنس انتليجنت. انت بتوري الزول الهاي المانجمنت ده بتوريهم المعلومه بالشكل اللي هم دايرين يشوفوه اللي هم بيفهموه. كمان كان في معلومه مهمه جدا يقول لك اذا عندنا سيستم فيه مشكله. المشكله بتظهر كيف؟ بيزنس بيجيب قروش، بيجيب قروش كثيره. المدير بتاع الشركة ده يشوف شنو؟ ما ده يشوف منو باع شنو جاب القروش، ده يشوف انا جايب قروشين تبع التارجت ولا لا؟ فبديهم معلومة بتاع انا تبع التارجت ولا لا؟ جيجر زي بتاع العربية، انت في الجرين زون انت امورك ظابطة، اول ما يشوفها نقصت من الجرين زون يبقى تحته طوالي تعال ليه احنا نقصنا؟ صح؟ بعدين تحت ده ما داير ان احنا نقصنا ولا لا، وعارف ان احنا نقصنا. داير ان احنا نقصنا في ياتو اريا. والله يا اخي احنا شركة بتاعت مشروبات عندي ثلاثة براندز، الحاجة ثلاثة برودكت، البرودكت
اللي هون هون مدرس كل ما بيعدي ده انا بس اوكي تعال دي الزول بتاع اللي هون من جفاف تعال ليه كودك بتاعك في مشكله بعد كده تعلمون ان انا اشوف واحد واحد منهم باع مره اللي ده فلان باع كده فلان باع كده قال لي الزول ده بابا تعال انت مشكلتك شو صح؟ A different level needs to see different level of reporting. كل زول محتاج يشوف حاجة اللي بتساعده في الديزاين بتاعه. لو أنا كنت أديت المانجمنت دايركت لمعلومات مقبولة كثيرة ما حيكتشف إنه في نقصة لأن المعلومات دي حتكون كثيرة شديد. ثاني حاجة هو ما مستفيد من ذاك الشيء. فـ the way of representing الـ insights اللي أنت بتطلعها ده برضه جزء من البيزنس بتاعك. عشان كده الـ results في الغالب ما بتكون معلومات كثيرة ليست تيبل زي الانفورميشن سيستمز العادية بتكون شارت جزء في الماب والله يا اخي الماب دي بتاعت امريكا بتاعت يوروبا البيجاي مثلا فيها اكبر حاجة الحتة دي اللي انا ما اعرف وين لكن حتة في اوروبا تجدها ظريفة لكن دي اكبر دايرة خلاص تمام دي الناسي دي الحتة المفروض انا امشي تتعبد في دائما حاول تلقى الحاجة الكونسيبت لو بتلقاهم كلهم مشتركين في كونسيبت الديفينيشن اتسلف مختلف يعني مثلا اللي زول داير يشتغل مشروع تخرج حتحيره حاجات زي دي لو زول داير يشتغل ماجستير في موضوع لو قالوا له اسد الدين التعريف المناسب هذا الشيء تلقى ما في اول حاجة ما في جهة عادية بتعرف الحاجة دي مع انه في انستيتيوت بتاع والهاوسينج اللي هو جزء من بيديك جزء من التعريف الرسمية لكن تعريف عديل صعب تلقاه تمام؟ طيب الناس اللي بيتكلموا عن الحتة دي لأن التعريف دي في جزء مهم جدا منها المعلومة لازم تكون conclusive path based and actionable conclusive محددة واضحة أنا حديد أنت هقول لك إنه اللوكيشن إكس أكثر فيه هاي كواليتي كاستمرز المعلومة دي واضحة حاسة مظاهرة أنا جبتها من وين والله ناس كتار ضربوا منها وضربوا مكالمات فترة مكالمات طويلة وبقروش كثيرة جدا تمام أكثر حتة فيها مشاكل الحتة الفلانية لأن الناس ما بدأوا منها مثلا لو كانت فوق المعلومة دي لازم تكون conclusive واضحة حاسمة ظاهرة بتوري الزول الجراءة حاصل شنو تمام fact based مبنية على شنو والله أنا قلت الحاجة دي فوق ناس كتار ضربوا منها وضربوا ب value عالية يتكلم مكالمات طويلة حاجات زي تمام واكشنبل يعني في حاجة ممكن أنا أعملها ما تدي زول معلومة ما ممكن أو أصلا ما ممكن العمل فيها أكشن تمام؟ طيب لا مو من الريموت بتاعك يا ابني يعني أنت ما لاحظت لأن أنا مختار على الأخر الوقت طيب واي بي آي ده واحد من الناس الغنيانين جدا زمان قال كلام كويس جدا عن البيزنس قال the key in business is to know something that nobody else knows the key in business